مكان يسكن فيه التاريخ وينبع منه الفخر بتاريخ الإسلام والمسلمين، فمن بين 18 قسما تراثيا في متحف الفلوة والجوهرة، خصص مالك هذا المتحف قسما خاصا يحكي فيه التاريخ والتراث الإسلامي العريق. حاولت انه انا اقتني او اجمع قدر الاستطاعه ليعطي نبذه عن التراث الاسلامي. طبعا الاثار انا ما عندي، ما اتعامل بالاثار، انا التراث الاسلامي والقصد منه نقل الثقافه هذه والتحول للمجتمع، خاصه مع المدنيه والسوشيال ميديا اللي جايه الان ان تقريبا انتفت والمعرفه قلت. جمع عبد الوهاب الغنيم تراثا يحكي حياة المسلمين قديما، فكل قطعة داخل هذا المتحف تحكي قصة فريدة، فتنوع بين تاريخ السلاجقة والمماليك والعثمانيين، جمعت على مدار 44 عاما من داخل وخارج المملكة. الأقدم شيء هي السلجوقي وبعد المماليك، أصفهاني أو صفوي يسمونه أو إيراني، يعتمد مسميات، تعتمد مسميات، في مغربي إسلامي إذا يخفاني شيء معين. طبعا العثماني، العثماني له قسم خاص، الدولة العثمانية تعرف امتدت إلى قرون. وسجل مالك المتحف فخره واعتزازه باقتنائه كسوة باب الكعبة المشرفة ومفاتيح لباب الكعبة بأشكال وأزمان مختلفة، وستار قبر أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومخطوطات للقرآن الكريم يعود بعضها إلى 550 عاما. فوق يتعلق بالمخطوطات اليدوية ومنها المصاحف الشريفة، في مجموعة منها جيدة لا بأس فيها، تواريخها تبدأ من 550 سنة وجاي، يعني هو أقدم واحد عندي 530-540 سنة، وأحدث واحد يمكن قبل أمس. لا زال عبد الوهاب الغنيم يطمع في جمع أكبر عدد من التراث الإسلامي، رغم صعوبة الحصول على هذه المقتنيات التاريخية وندرتها. للإخبارية عبد الله الشهري، الدمام.